بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع درس جديد إن شاء الله في كورس تعلم الفوتوشوب في 24 ساعة. درس النهاردة إن شاء الله من الدروس التطبيقية اللي هنتعلم فيها إن شاء الله، أو هنتعرف فيها إزاي نتعامل مع شغل الفوتوغرافيا على الفوتوشوب. طبعا أنا راجل، أول لما بحب أشتغل في شغل الفوتوغرافيا أو شغل التعامل مع الصور لازم اعرف ايه اللي انا ممكن اشتغله، او ايه اهم التولز اللي انا بستخدمها لما باجي اشتغل في المجال ده. طبعا شغل الفوتوغرافيا اللي هو في شغل الاستوديوهات، ازاي اول حاجة طبعا بتعلمها فيه ازاي اقص صورة، دي اهم حاجة. وطبعا لما اجي اتكلم عن قص الصور يبقى انا بتعامل مع الاداة الاكثر احترافية اللي هي البنتول، وتاني حاجة ازاي الون صورة زي ما احنا شايفين صورة ابيض واسود، ازاي اعملها الوان. وكمان بالنسبة لنظم الالوان، طبعا انا لما باجي اشتغل شغل فوتوغرافيا لما باجي افتح الملف النيو بتاعي شغل فوتوغرافيا بشتغل على نظام ال RGB، ما بشتغلش ال CMYK، بشتغل RGB. وطبعا الريزولوشن بتاعي 300 عادي، ما فيش اي مشكلة. كل ما كان الريزولوشن عالي كل ما كان جودة الشغل بتاعي أحسن، ودايما أنا بفضل أي حاجة أشتغلها أشتغلها ريزوليوشن عالي، لأن لما أحب أصغرها هتصغر معايا من غير مشاكل. إنما لو ريزوليوشن قليل وأنا حابب أكبرها هتظهر معايا المشاكل، البكسلة والكلام ده كله. فطبعا أنا بفضل دايما تشتغل على ريزوليوشن عالي في كل حاجة عموما ما عدا اللوحات. لما نوصل لدرس اللوحات إن شاء الله هنتعرف إزاي نتعامل مع شغل اللوحات. النهاردة هنتعلم ازاي نلون الصورة دي ونخليها بالشكل ده. طبعا الصورة دي موجودة على جوجل، لو كتبت اولد مان هتلاقي الصورة دي موجودة. طب انا هلون ازاي؟ في اكتر من طريقة للتلوين بصراحة. طبعا الشغل الفوتوشوب في تخصصات، يعني مش كل الناس بتعمل كل حاجة بنفس الجودة. بمعنى يعني مثلا انا راجل بشتغل في تصميم الدعائي، فانا قوتي في الفوتوشوب في التصميم الدعائي. انما في شغل الفوتوغرافيا ممكن يكون عندي فكرة بس مش بنفس قوة الراجل المتمكن او الراجل الممارس ليها. وطبعا قلنا ممكن اشتغل ويب ديزاين على الفوتوشوب، ممكن اشتغل فوتوغرافيا، ممكن اشتغل تصميم دعائي، ممكن اعمل حاجات كتير اوي، ممكن اشتغل تصميمات عادية خالص. فبالنسبة لشغل الفوتوغرافيا هو طبعا انا يعني ما بفضلوش شويه، لان في شك ان في حرمانيه، فبحاول ابعد بقدر الامكان عن الشغل ده، بس واجبي ان انا اشرحه ازاي. طبعا بالنسبه قلنا ان في طريقتين ممكن الون بيهم الصور. الطريقه الاولى ان انا بشتغل بالتحديد بتاعي سواء باي تول من اداه التحديد، يعني مثلا وليكن كده، وباخد منها كوبي. طبعا بقلبها باخد منها كوبي، وبعد كده بشتغل بالكنترول بي اللي هي الكالر بالانس، يعني الكنترول كالر بالانس بالكالر بالانس بتاعي، وبقدر احدد الاول كنترول بي، وبعد كده بقعد اغير لحد ما اوصل لدرجة اللون. طبعا لما بقص الشكل بحاول اقص عليها بالظبط، او الى حد ما بيكون القص على الجزء اللي انا عايز اعمله. دي طريقة، بس الطريقة دي مملة قوي وطويلة. لا، احنا هنستخدم طريقة تانية. الطريقة زي ما عملناها في درس التطبيق الاول هو تصميم بوستر لعبة عن طريق البروش، وبديها انا الكالر بتاعها. يعني مثلا لو هنشوف انا عامل ده ازاي، مثلا عايزين حاجة واضحة مثلا ده، يعني ده انا عملت بالبروش بتاعي على الصورة، وقللت انا الاوبستي شوية. ده اصل الصورة طبعا، او ده اصل التلوين بتاعي. انا عملت بالبروش، حددت الاجزاء اللي انا عايز الونها في الصورة، وبعد كده قللت الاوبستي بتاعي واخترت من المود بتاعي كلر علشان اللون ينزل لي على الصورة. زي ما هنبدأ بسم الله دلوقتي ان شاء الله هنلون الصورة دي تاني. طبعا اول حاجة طبعا
باخد بالي ان الملف بتاعي RGB علشان اقدر اتعامل بسهولة مع الملف بتاعي. طيب انا في البداية خالص قبل ما اعمل اي حاجة دايما اعمل نيو لاير او طبقة جديدة فاضية علشان اقدر اشتغل عليها. اقرب زوم قلنا كنترول زائد، بعمل زوم ان، كنترول ناقص من الكيبورد بعمل زوم اوت، بضغط بي خفيفة من الكيبورد علشان اختار البروش. ودايما البروش قلنا بتاخد اللون اللي بيبقى موجود فوق. انا عايز مثلا انا هعمل الجزء بتاعت الجلد فانا هاخد اللون البرتقاني اقرب حاجة ليها. وبعد من كليك يمين انا طبعا مختار التول بتاع البروش، بعمل كليك يمين بيظهر لي اشكال البروش بتاعي، باخد البروش اللي هي السوفت من الاخر او الناعمة وبصغرها. طبعا بصغرها من دال بتكبر وجيم بتصغر من الكيبورد. وبعد كده ببدأ بأرسم او بغطي الجزئية بتاعي، ممكن اخش عليها زوم كده علشان ابقى شايف انا بعمل ايه، وببدأ اضغط واغطي الجزء اللي انا عايز اديله اللون ده. كبر بروش شوية زي ما احنا شايفين بنتعامل مع البرنامج بكل سهولة، مفيش اي حاجة صعبة ان شاء الله، هي بس فكرة وممارسة ازاي الطريقة اللي انا هستخدمها علشان انفذ بيها الموضوع ده. والممارسة طبعا مع كل حاجة جديدة بعملها بيضيف ليا خبرة بقدر اتعامل فيها في اي تصميم بعد كده. ودايما دايما حاولوا تشتغلوا كتير على الفوتوشوب، اعملوا تصميمات طول ما انتوا قاعدين وان شاء الله المستوى هيتقدم. وهنا عندي الجزء بتاع الودن هنا، بلون ده، وفي كمان هنا الجزء ده. طبعا هو انا مش متخصص فوتوغرافيا بس الى حد ما دي طريقة بستخدمها لما بحب اعمل اي شغل. وبلون الايد كمان، اكبر البروش بتاعي شوية زي ما احنا شايفين كده. اقرب شوية علشان يبان معايا الجزء ده. طبعا انتوا شايفين ان التولز هي هي اللي بنستخدمها في اي تصميم، يعني لحد دلوقتي ما اعتقدش ان في تول جدت في اي تصميم. طبعا التولز الاساسية بتاعي ان انا بتعامل مع الموف تول والبين تول، وبتعامل مع البروش، وبتعامل مع الجريديانت، وفي الماسكات، وبتعامل مع الكالر مود اللي هو موجود هنا. وطبعا اهم حاجة لازم اركز عليها اللاير، وانا شغال ابقى عارف انا شغال على اي لاير. طب واحد يقول لي انا ليه عملت نيو لاير، هقولك بسيطة، لان انا لو اشتغلت على الصورة نفسها هشتغل وحلاوة مفيش اي مشكلة، بس لما حاجة انفذ الكالر مود بتاعي هي هتبقى على نفس الصورة، يبقى انا بوظت الصورة بتاعي لانها مش هينفع تطبق عليها الكالر مود ده. فلازم الكالر مود ده بيطبق من لاير للاير، يعني لازم يكونوا طبقتين منفصلين وانا بدمج ما بينهم. هي دي فكرة الكالر
موت، وبقرب من هنا كمان كده، بغطي الطروف بتاعي. مش مشكلة لو خرجت زيادة برا، مش بتكون ظاهرة بالدرجة هذه. تمام، في هنا الايد كمان بعمل بالبروش كده، وبغطي الجزء ده. طبعا انا بحاول اكون سريع علشان وقت الدرس ما يبقاش طويل، بس انا بوضح لك فكرة الشغل بتاعي. وطبعا انا مستني تطبيقات في الدرس ده، ان شاء الله هيبقى في صورة انا هرفقها مع الدرس، اتمنى تلونوها ان شاء الله علشان اشوف الدرس واضح ولا لا. تمام كده، انا كده في الغالب غطيت كل المساحة اللي انا عايز اديها لون الجلد. في ممكن ازود انا هنا شوية، وبعد كده بروح على الكالر مود بتاعي. طبعا انا محدد، صغر ده كده، انا محدد اللاير بتاعي اللي هي اللي عملت فيها البروش، بضغط عليها بتتحدد باللون الازرق زي ما احنا شايفين، بختار من كالر مود، بختار كالر، بلاقيه نزل لي بالشكل ده، بقلل الاوبستي بتاعي شوية لحد ما اوصل للون واقعي. ممكن ازوده شوية كده. تمام، بس في بقى شوية زيادات كده، بعمل ايه؟ هي بنفس الفكرة بتاعت كل درس، بختار الحرف الاي من الكيبورد اللي هو الخاص بالممحاة، بمسح بقى الزيادات، اختار مثلا شكل البروش اللي انا همسح بيها رقم 19 او مقاسها 19، وبمسح بقى كده. بمسح اي زيادة موجودة، في زيادات هنا، بحاول امسح كده. طبعا انا اخترت السوفت علشان ما يبقاش الطرف بتاعي حاد، يبقى التداخل ناعم ما بين اللون اللي انا بعمله وشكل البشرة. تمام كده، قرب هنا شوية، في نمسح الجزء ده. بالظبط كده، في زيادات ايه تاني؟ في زيادات هنا، اضغط حرف الايه، اختار الممحاة، امسح الجزء ده. طب واحد يقولي مثلا وانا بمسح قامت الاداة دي هربت مني وقامت عاملة كده، هعمل ايه؟ هقولك بسيطة خالص، اختار البروش تاني بنفس اللون ولون عادي. طبعا انا بلون على اللاير دي، اي حاجه بعملها في اللاير هي واخده نفس الايفكتس اللي عليها، فبالتالي مش هيبقى في اختلاف او مش هتبان، فعادي خالص. بمسح بقى كل الزيادات اللي هنا دي كده، تمام. في زيادات فين تاني؟ اه، فيها الساعة هنا، بمسح الجزئية دي. طبعا كان في هنا زيادات خارجة برا الصورة،
بس انا لما اديت الكالر مود هي بتاخد اللون اللي تحته، فبالتالي يعني لما نيجي نبينها في زيادات هنا، فبالتالي الزيادة دي لما بتاخد الكالر اللي تحتها هنا اللي هو اللون الاسود، فبالتالي مش هبناها معايا. بس انا عايز شغل انضف، شغل يبقى شغل على شغل نضيف، فامسح دايما. ممكن اخد الريكتانجل تول واقوم اعمل كده واقوم ماسح الجزء ده، لان الصورة بتاعي في الاخر الجزء بتاعها حاد، فبالتالي دي انسب اداة استخدمها في الجزئية دي. وبكمل مسح برضو هاي زيادة موجودة طبعا في جزء هنا بروش، وبعدل تاني اللون بتاعها. طيب واحد ممكن يقولي مثلا ده مش لون الجلد، هقولك لا ما تستعجلش، هقولك الصورة دايما اشتغل عليها عادي، واي تعديل هتقدر تضيفه بعد كده، لان في الاخر خالص بعد ما بخلص الصورة بتاعي بعمل عليها ككل، بعمل عليها brightness and contrast، فبالتالي كل ده بيندمج في بعضه. نفس فكرة adjustment اللي انا بعملها في ال after effect علشان كل المشهد بتاعي يبقى يعني لون واحد او جو واحد. في هنا brush مثلا، ايوه نعم الجزئية دي تمام كده. طيب ناخد ايه تاني؟ ناخد الساعة اللي في ايده. ها هنعمل ايه دلوقتي؟ واحد هيقول لي هقوم مختار بروش مثلا لون بني وابدأ ارسم، ادي البروش وادي لون البني وهبدأ ارسم. هقول له غلط، هيقول لي ليه؟ هقول له لازم تعمل نيو لاير جديدة علشان ينزل فيها اللون بتاع الساعة منفصل، علشان اقدر اتحكم فيه برضو براحتي، ما بقاش مرتبط بنفس الخصائص بتاعت لاير تانية، واقدر اعدل فيه براحتي، اقدر اعلي في الكونتراست بتاعه لوحده زي ما هنشوف. ارجع لورا شوية كده، اخد الجزئية دي وبلون بالشكل ده. طبعا اختار الريكتانجل تول او حرف الام من الكيبورد، وبمسح الزيادات بتاعي، وبقول له هنا في المود بتاعي بختار كلر، وممكن اقلل الاوبست شوية كده او اعليه عادي زي ما انا عايز او زي ما انا شايف الصورة محتاجة ايه. طبعا الجزئية دي ما بتبقاش لونها بني، فبمسح اللي عليها اللي هو القفل بتاع الساعة تمام. طب ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل كنترول ام اللي هي الكيرفز، واعلي شوية كده او اقلل، اختار الشكل اللي انا عايزه، نعلي اللون البني شوية. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل adjustment brightness and contrast، اعلي اظبط في اللون بتاعي شوية. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل duplicate من اللاير دي نفسها، كنترول جي من الكيبورد، واغير لونها شوية او اغمقه، وبلون عادي خالص. تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده تمام. طيب نكمل معانا بقية الدرس. انا عندي البدلة بتاعه، اول حاجة هبدأ بالقميص الاول، قلنا هنختار بروش، وبعد كده هعمل نيو لاير علشان القميص، واختار مثلا اللون ده وابدأ اعمل. طبعا قلنا ممكن اقوم عامل دبل كليك على الاسم بتاع اللاير، اكتب مثلا ساعة علشان مطلق بطش. طبعا برتب الشغل بتاعي حسب ما تحب.
لان ممكن الشغل بتاعك يبقى فيه لاير كتير ف هتوه، فالافضل انك تعمل كده. بالبروش بتاعي وبكمل كده البروش. وفي حاجة كمان كنت نسيتها بالنسبة لشغل الاستوديوهات، اللي هي معالجة الصور، اللي هي مثلا صورة قديمة فيها أجزاء مقطعة، ازاي اتعامل مع الموضوع ده. طبعا بتعامل مع الموضوع ده بأداة الستامب تول، او اختصار حرف الاس من الكيبورد، فين الستامب تول اللي هي التول دي اللي انا شرحتها قبل كده وقلت لكم علشان استخدم التول دي. بضغط حرف الالت من الكيبورد وبعدين بغطي الجزئية اللي عايزة تتعدل. هحاول اشرحها ان شاء الله في اخر الدرس برضو افكر بيها. او وطبعا لازم 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 تتمرنوا على اداة البين تول، لانها اداة مهمة قوي في كل الشغل عموما، لانها تعتبر افضل اداة في القص والرسم الاتنين مع بعض. ولما بتتقنها يعني بتبقى اتقنت جزء كبير اوي في الفوتوشوب، لانها بتساعدك انك تعمل اي حاجة. طبعا بلون الجزئية دي تمام. في الجزئية اللي عندي هنا دي كمان باخدها كده، كبر البروش بتاعي شوية وبكمل كده. اظن ان شاء الله ما فيش اي حاجة صعبة في الدرس لحد دلوقتي، كله سهل جدا، كله اقدر انفذه على اي صورة، صورة شخصية، صورة منظر طبيعي. بس طبعا كل ما كنت دقيق في شغلي كل ما شغلي طلع احسن، طبعا كل ما انا حاولت اقرب من الطبيعة اكتر او اوصل لاقرب حاجة من الطبيعة، كل ما الشغل بتاعي بتبقى الكفاءة بتاعته اعلى. وهي دي الفروق بين كل مصمم والتاني، في مصمم بيبقى دقيق في شغله قوي وسريع في نفس الوقت. طبعا السرعة دي بتيجي مع الخبرة، اللي هو بيبقى خلاص عارف الصورة دي هيستخدم معاها تول ايه، وبالتالي مش هيضيع وقت ان هو يجرب اي تول تاني. وفي نفس الوقت بيحاول دايما يكون قريب قوي دقيق في شغله، مش شغل اي حاجة وخلاص. فطبعا بيبقى متميز عن اي مصمم تاني. طبعا بعمل اللاير بتاعي كلر، بيقوم اللون ده نازل على الشكل اللي تحته زي ما احنا شايفين كده. وطبعا انا دي اللاير بتاعي اقدر اغير في لونها، قلنا زي ما قلنا بقفل وبختار اللون بخليه في الباك جراوند كلر، وبعد كده بنزلها في الباك جراوند كلر. قلنا بنقلب ما بين الاثنين دول بالاكس من الكيبورد وبلون اللون بتاعي عادي لحد ما انا احدد اللون اللي انا عايزه. ممكن اقلل الاوبست شوية كمان، الاوبست كده، وزي ما عملنا مع الصورة اللي قبلها او مع اللاير اللي قبلها بختار اداة الارث علشان امسح اي زيادة. بس في حاجة، انا لما باجي امسح، شوف لما باجي امسح ما بيمسحش، لان انا عامل لوك على اللاير. اشيل اللوك علشان اقدر امسح اللاير بتاعي من غير اي مشاكل. بمسح طبعا الزيادات دي، طبعا دايما بخش انا بالزوم بتاعي علشان ابقى شايف اقرب حاجة، بس انا طبعا عشان وقت الدرس ف بحاول لحد ما اكون قريب من الشكل اللي انا عامله وما ياخدش وقت معايا. مثلا كده تمام، بمسح الاجزاء دي. ممكن اعمل كيرفس عليه اخليه بالشكل ده.
طبعا كيرفز كنترول ام، وقلنا اي تعديل على اي صور او على اي لاير بخش على image adjustment، عندي brightness، عندي levels، عندي curves، عندي hue saturation، عندي color balance، عندي black and white، عندي photo filter، عندي channel mixer. كل التولز دي بتعدل لي على الوان الصور. وطبعا في البلاك اند وايت دي هيبقى لها درس لوحدها، لانها اداة لذيذة قوي، اداة بسيطة وقوية في نفس الوقت. نكمل مع بعض. طبعا انا كده لونت القميص بتاعي، هلون البدلة، اعمل نيو لاير واختار مثلا لون، وليكن اللون درجة من درجات البني او البيج الفاتح. اختار البروش بتاعي، عملت نيو لاير، اختار بروش، وبعد كده الون الصورة بتاعي. انا طبعا هجربها على جزء صغير، هوريكم الفكرة بتاعته ماشية ازاي. طبعا هي الفكرة كلها واحدة لحد دلوقتي. طبعا في كيس هنا لو تاخدوا بالكو، حاولوا دايما تبقوا مركزين في الصورة، في هنا كيس وفي هنا وردة، علشان يبقى الشغل بتاعي باين الى حد ما انه طبيعي. انا بعد ما بخلص اللون قلنا بعمله كلر زي ما احنا شايفينه كده، ممكن اعمل الكيرفس بتاعي، ممكن اعدل فيها، ممكن ايوه اعدل اللون بتاعها كده او كده، بعدل اللون، ممكن اختار اللون ده، وممكن اعمل brightness and contrast وبغير زي ما احنا شايفين. طيب وطبعا في النهاية خالص برجع للصورة الأصلية اللي هي الصورة دي، وبعمل في ال adjustment بختار هيو saturation أو control U من الكيبورد بتاعي، وبختار colorize، وبعدين بحاول أعلي كده بحيث أغير في اللون الأبيض والأسود اللي موجود ده. طبعا لحد ما بصل للدرجة اللي انا او الدرجة اللي تعجبني كده، تمام. وبعد كده خالص بطلع على اول لاير انا عملها فوق، بختار عندي هنا في شكل الدايرة فيها نص اسود ونص ابيض، دي نفس هي الادجستمنت لاير اللي هي موجودة هنا، بس الفرق بين دي ودي ان دي بتأثر على اللاير نفسها، انما هنا بتنزل لي. يعني مثلا لما بختار البريتنس بتنزل لي في اللي هي قائمة الادجستمنت او البانل الجديدة دي، بتنزل لي على شكل اللاير، لما بعدل بتعدل على كل اللاير اللي موجودة تحت. يعني بقدر اغير في الادجستمنت بتاع كل اللاير زي ما احنا شايفين كده، يعني بتأثر لي على الصورة كلها. طيب واحد يقول لي اذا نزلت اللاير دي لتحت شوية كده، هقولك لا، هيبقى هتأثر على اللي موجودين تحتها، انما اللي فوق دول مش هتأثر عليهم بالدرجة يعني، تمام. وبعد كده بحدد الشكل بتاعي لحد ما بوصل للصورة اللي احنا عاملينها دي، لحد ما انت بتوصل لأقرب درجة من التلوين بتاعك. طبعا هي دي فكرة الدرس بتاعنا او فكرة تلوين اي صورة عموما، بحاول دايما اكون يعني بتقرب طبعا من كل جزئية عشان تبقى دقيق في شغلك. الصورة دي خدت وقت طويل معايا شوية، بس الحمد لله لحد ما النتيجة مرضية، وتمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله. واتمنى يكون درس النهاردة سهل وبسيط وفي معلومات جديدة. استنوني مع الدرس الجاي ان شاء الله. او قبل ما انسى، عايز افتح الصورة القديمة الاولد، دلت كل ده، تمام. في قلت هشرح الستامب تول اللي هي التول دي، اللي هي مثلا انا عندي جزء في الصورة عايز اغيره،
يعني مثلا العينتي مثلا، بختار الستامب تول او حرف الاس من الكيبورد، وبيها بالظبط هي عاملة زي البروش، يا بختار البروش بتاعها ناعمة او حد هارد، وبختار مقاسها من الدال والجيم من الكيبورد او كليك يمين، بختار المقاس بتاعها، ادي بكبر كده بيكبر معايا. طيب بستخدمها ازاي؟ قلنا بنضغط الت، مثلا انا عايز الجزئية العين دي نفس الجزئية دي، يبقى انا باخد من دي بروح اقف عليها واضغط الت من الكيبورد، بلاقي الشكل اتحول معايا لشكل كروس كده، بقوم ضاغط ضغطة واحدة، وبعد كده بروح على الجزء ده بلاقيه بيشل من الجزء ده بينقل على الجزء ده. طبعا البروش الهارد دي كبيرة، اختار الناعمة وليكن مثلا كده، قلنا بناخد الت وبعد كده بلغي، باخد الت، ودي أداة بستخدمها في معالجة الصور، يعني لما نتخيل ان مكان العين ده مكان فيه قطع او فيه اي رتوش عايز اشيلها، بختار مكان الجلد التاني وبحدد الشكل بتاعي. طب واحد هيقول لي طب ما في أداة الباتش تول اللي احنا شرحناها برضو في الاول، هي الباتش تول. هقول لك الباتش تول بستخدمها بس مش في كل الصور بتبقى موجودة، يعني مثلا بحدد كده وبقوم شاددها على الجزء اللي انا عايزه تبقى شكله. تمام، يعني لما نرجع كده بالباتش تول، انت جرب الاتنين اللي تلاقيها ظبطت معاك في الشغل يبقى هي دي اللي هتشتغل بيها. طبعا انا عايز ارجع، قلنا نرجع في الويندو الهيستوري، لما بروح على الهيستوري بتاعي بيجيب لي كل الخطوات بتاعة العمل بتاعي، لما بضغط على الصورة بيرجعها لي لأصلها. مثلا انا عايز اشيل الجزئية بتاعة العين دي، بشيلها بحدد عليها وبسحبها على الجزء اللي عايزة تبقى شكله بالظبط كده، وكده بقدر اعالج اي حاجة في الصورة، اي رتوش اي عيوب بكل سهولة خالص. يا رب يكون الدرس بسيط. تحياتي لكم، مصطفى مكرم.